احنا دلوقتي بقى عندنا مشكلتين. مشكلتين ايه؟ انت مش وافقتي تعملي العمليه هناك؟ اه طبعا ان شاء الله، اذا كان على 3000 جنيه مقدور عليهم، انما ال 6000 جنيه ونص دول هعمل فيهم ايه؟ هنعمل جمعيه مع زمايلنا ونقبضك انت الاول. زمايلنا ازاي بس؟ اذا كان اكبر جمعيه بيقدروا يعملوها ب 3000 جنيه، يعني نص المبلغ المطلوب. خلاص يا ستي اسلفك انا الباقي. لا يا حبيبتي، انا لا بحب اسلف ولا استلف، على راي المثل السلف تلف والرد خساره. يلا امر لله، هضطر كده ابيع حتتين ذهب من اللي عندي، ولو اني كنت شايلهم للزمن. هو في زمن اكتر من الزمن اللي احنا فيه دوت يضطرك للبيع؟ على رايك، بس ربنا يجعله بفايده. دلوقتي بقى ملهاش لزوم الجمعيه. شوفي بقى، بكره الصبح بعد ما بديع يخرج تفوتي عليا ونروح للسابق نبيع الذهب كورتين من غير ما حد يعرف. حلو قوي كده، تمام. ولا تمام ولا حاجه، الكام يوم بتوع العمليه اللي هقعد فيهم في المستشفى هنعمل فيهم ايه؟ اه صحيح، دي مشكله. طب ما تريحي روحك يا لطيفه وتقولي له على الحقيقه، حاجه زي دي مش هتستخبى. وبعدين انت بتعملي ده كله ليه؟ مش عشان تساعديه؟ يبقى هيرفض ليه؟ قلبك ابيض، هو انت فاكره الحكايه بالسهل كده؟ ما كناش عملنا البحث والتحري ده كله من وراه. بقول لك ايه، روحي انت الحقي جوزك وفكري لي في حل نحل بيه المزنق ده. ها؟ خلاص، وانا ان شاء الله هكلمك بالليل. ربنا يخليكي وما تحرمش منك ابدا. تعيشي يا حبيبتي، والله انك انت في معزه رتيبه وعديله اخواتي بالظبط. ربنا يسلمك. ساتر يا رب. الحمد لله، ما تقلقيش يا لوزه، ده ما حدش غريب، ده علي ابني. يا سبحان الله، اول مره اشوف فيك حاجه تفرح وتفتح النفس. ايه المسالك والمخارج دي كلها؟ سالكه سالكه باذن الله، بس في شويه عكاره على جنب كده، مش عارفه دول ايه. ايوه، مين؟ انا متولي يا دوله هنا. ثانيه واحده، مساء الخير يا دولة هانم. بونسوار يا أستاذ متولي. إذا كنت جاي عشان تعتذر عن اللي عملته في الأستاذ عبد البديع، أنا ماليش دعوة، ده شيء يخصكم أنتوا الاتنين. الأستاذ عبد البديع ده لو وقف على شعر راسه أنا مش هعتذر له. في النهاية كل واحد بياخد نصيبه. أنا جاي علشانك أنتِ. أنا؟ أنا جارك من أكتر من 25 سنة، الباب في الباب. أشهد وأبصم بالعشرة بحسن تربيتك ونبل أخلاقك، لكن إذا كان ظروف الحياة وضعتني في مواجهة مع القدر بعد رحيل زوجتي إلى رحاب الله، وبعد ابني الوحيد مسافر وهاجر وساب البلد، إلا إن زياراتك الودودة البريئة كانت بتونسني وكانت بتشعرني إن الدنيا لسه بخير. وأخيرا اكتشفت إن اللخبطة في الحسابات أهون بكتير من اللخبطة في المشاعر اللي أنا فيها دلوقتي، من ساعة ما ظهر في حياتك اللي اسمه عبد البديع ده بالشكل المزعج ده. مزعج؟ مزعج بالنسبة لي أنا على الأقل. من فضلك سيبيني أكمل. اتفضل. بناء عليه أنا بعت لابني الوحيد رسالة مطولة، هي في الواقع هتتحسب 4 رسائل حسب ما بلغوني في مركز الرسائل في شركة الموبايل. شرحت له فيها أفضالي عليه وتعبي في تربيته وعدم زواجي بعد وفاة المرحومة والدته وموافقتي على قرار سفره، وفي النهاية نبهته إن أنا لي عنده حقوق لازم يوفيها لي من منطق الابن البر بأبوه. الولد ما كدبش خبر وكلمني بالتليفون وانت بره، وفهمني إن هيبعت لي مبلغ محترم يسندني في تكاليف المعيشة اللي هتضمنا إحنا الاتنين مع بعض إذا اتكرمتي ووافقتي وقبلتي ميزانيتي البسيطة المتواضعة اللي جنبها رصيد تاني من المشاعر الطيبة بلا حدود، وتفضلي بقبول فائق الحب والاحترام. يا دي النيلة، ده رجله هتاخد على المكان بقى. أنا ماشي. ماشي رايحة فين؟ والله العظيم أصوت وألم عليكي مكان ما سرقتي موبايلي. اقعدي. مساء الخير. هو أنا لحقت آخد المشاريب دي كلها يالا؟ أنت قاعد جنب مصلحتك من الصبح مش حاسس بالوقت يا معلم. حاج وقت يا معلم ايه اذا كان مصلحتي كلها في الوقت؟ انت عامل 3 مكالمات ب9 مدد يعني 4 جنيه ونص.
خصمتهم من حسابك؟ لا لا. ليه؟ على اساس ان انا فاتحها سبيل ولا بابا نبيل ابو طرطور احمر ده بتاع راس السنه اللي بيجي يدفع لي الفاتوره؟ بتركز في حساباتك يا جدري مع الشوكر، والا هلقل المصلحه من هنا لحد عربيه الكبده وانت الخسران. كبده؟ لا، امرك يا معلم. الله، ايه ده؟ ايه في ايه؟ بالصلاه على النبي والساعه حاره والراح يقول لي جاي المعلم غريب الشوكر ملك التوك توك، هيدخلكم ويخرجكم في توك توك بكايا في الهواء، بالإضافة إلى ساون سيستم على حق ربنا. وسلام كبير أول جلاب الحكيم دار صاحب المقام العالي الرفيع وعم الرجولة والجدعانة والأخلاق وأخوه الحبيب الكبير وأخوه الكبير العطبيل. خليك يا جلابه، ربنا يخليك. انا مش عارف اودي جميلك ده فين يا جناب الحكيم ده. انا غريب، اخوات ما نقوش لبعض كده بجد يا جناب الحكيم ده. يعني دول بتوعي؟ طبعا يا غريب. بالصلاه على النبي، شغل الديجي اعلى وسمع لي احلى تحيه واحلى سلام لعفريت مصباح علاء الدين ومحقق الاحلام، ورقصني انا وتاتات تاتات غريب. حاسب على نفسك بالفرحه واذبح حاجه عشان ايه الحسود؟ مين ده اللي يديهم عين؟ ده اللي يديهم عين احفر له الاثنين. ومن ناحيه الذبح يا جلاب انا ممكن اذبح لبسه عليهم دول. بالصلاه على النبي، هم هيقعدوا هنا كتير ولا مش هينزلوا؟ ولا يا جلابه اديهم عمر ينزلوه، وخلي العجله تلف كده والبلية تلعب. معلش الشن عملته انا كده، يلا استنى انت كده. توك توك انا مالك عليهم يا عم؟ احنا لسه ما لبناش اي حاجه. صباح الفل يا رجاله، نورتوا الدنيا كلها. بقول لي معليك يا جنابه. الفلوس ادي 3670 جنيه اللي هتديهم لطريق اختك عشان تبقى حر نفسك. خد يا عم. بس ده كتير عليا يا جنابه. ربنا يخليك يا باشا ويعلم راكبك كده فوق. انا عارف ان انت بتعمل خير كتير، وانا ياما عملت خير كده زيك، وكنت شمعه مضيئه لحياه الاخرين، وعارف ان العمل الطيب بيقعد للجدعان اللي زينا. بس انا كنت عايز يعني معاليك في طلب كده اخير، ويا ريت ما تكسفنيش فيه. قول يا غريب. بس بعيد عن الحاره دي، احسن الحاره هنا تتدب فيها رصاصه. بعيد عنك، احنا جنبي بس. اتفضل معاليك. كنت عايز افهم من المعاليك، يعني هي التكاتك دي كاش ولا قسط؟ كاش، وجاهز على التسجيل باسمك. ربنا يخليك يا باشا، انا كنت فاكرهم بالقسط يعني، وقلت شغلهم هيسدد اقساطهم. بس انا كده اقول في الحته هنا انهم اقساط، على اساس الناس هنا عينيها بعيد عنك. انت حر يا غريب، قول اللي انت عايزه، الحاجات دي بتاعتك وانت حر فيها. ربنا يخليك يا باشا. المهم انت قلت لي انك عايزني في طلب ومش عايز مكسفك فيه، ايه؟ والله يا باشا بقى انا هعمل زي المثل ما بيقول، ورزق على الله. ايه رايك اجوزك اختي انهار؟ طيب انا هقول لك حاجه، ابعت لك صورتي بلوتوث يمكن ناخد ندي مع بعض. عايز سيلفي نقط صوتك. ميرسي يا حياتي. صدق قبل ما تيجي كنت حاسه ان ناقصنا حاجه كده. ما انا دايما كده على طول باجي اكمل النقص. ما تهدوا اللعب يا جماعه، حاسه ليه كل ده؟ قولي لصاحبتك، مش الواحد لما بيجي له ديل مش بيرحب بيه ولا بيخنقه؟ هي وكاله من غير بواب، وبعدين مش المفروض قبل ما تيجي تتصل عشان نفرش لك الارض رمله؟ ايه ده بقى؟ مش اتيم اتيم ده؟ بكلمك بلغتك عشان تفهمه يا سيدي. طب جربيني في اللغات، هاتيني باخد ودي معاكي برضه. تعالى بكره بدري وما تنساش ادواتك عشان الامتحان. من عينيا يا ستي. بس نتكلم بجد بقى، قلت ايه في موضوع الرحله ومن غير تريقه؟ رحله ايه يا ابني انت ضايع؟ احنا نعرفك اصلا عشان نطلع معاك رحلات. نتعرف، ما الرحله معموله اصلا عشان نتعرف على بعض. بس اوعي تجيبي سندوتشاتك معاك، هوزع عليكي سندوتشات. مش قلت لك قديم؟ ده انت يا بنت اللذينه. يا جناب الحكيم ضار، الناس اللي هتشيل مراهم. ما قلتش على سؤال يعني. انا عارف ان احنا ناس على قدنا يعني، مش عد المقام ولا قدنا مش عد اللي عندنا. بس احنا يا جناب ناس ولاد بلد، واللي عندنا ما يتقلش باموال الدنيا دي كلها. طبعا يا غريب طبعا. وانا قلت يا باشا يعني اعمل زي المثل اللي بيقول اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. مثل جميل جدا وانا بحترمه جدا، بس هو الحقيقة. بس كلامه معليك يعني، قلت في الحقيقة والواقع والكلام اللي بنسمعه من المسؤولين في البرامج التلفزيونية ده، يبقى اللي جاي مش خير. ليك يا فلا الشرف، انت اصلك بس فاجئتنا يا غريب، وكنا لسه قاعدين نتكلم على طريقها وفلوس اللي انت عايز ترجعها له. ده نرمي له على الجزمة القديمة، ده لا من توبنا ولا احنا من توبه.
انا صحيح جاهل انما انا رحت معاها دبلوم تمريض قد الدنيا لنسب واحد زي ده ليه؟ كل شيء نصيب. هو انت اتكلمت معاها في حاجه؟ المواضيع دي ما فيهاش كلام ولا هات ولا خد. في الاستاذ عبدي عايزك وانا قعدت معاه وقريت الفاتحه وخلص الشريط. لا خلاص مادام خلص الشريط خلاص هنتكلم في ايه بقى؟ شوف يا غريب خلينا نمشيها طبيعي كده بدل ما تكسفنا احنا الاثنين. هقول يا ربي افضل طول عمري نفسي البس فستان ابيض وعريس يخبط على بابي وفي لحظه يجي لي عريسين؟ طب ايه اللي حصل؟ شكلي هو هو، كبرت شويه، تجاعيد بنت. لا هي مش باينه قوي، لكن برضو مش مخليه شكلي كيوت زي زمان. عبد البديع أرندلي زيي واغنى مني كمان، بس ما عندوش غير عيب واحد بس، انه متجوز ومخلف. مش معقوله ابدا اهدم له بيته واحطم له حياته. مش معقوله كمان اكسر بخاطره بعد اللي عمله علشاني، خصوصا القصر الفخم اللي راجعني لايام زمان. متولي واضح جدا انه بيحبني. طب ما انا طول عمري قدامه، مراته ميته من يجي اكتر من 10 سنين، كل ما اقرب منه يتكهرب ويشغلي الآلة الحاسبة ويقعد يقرفني بالأرقام والأسعار اللي عمالة تنط لفوق ومحدش عارف يوقفها عند حدها. يا ربي. وبعدين بقى في الحيرة دي، متولي ولا عبد البديع؟ عبد البديع ولا متولي؟ كم معلقة السكر يا جناب الحكم دار؟ معلقة واحدة ولو اني مش عايز اتعبك. عيب يا باشا، ما تقولش كده، تعبك راحة يا صديق. لذيذ قوي. غريب اخويا قال لي على موضوع التكاتك، اللي تكلف نفسك بس يا بيه، ده انا عارفه اخويا مش بتاع شغل. لا احنا شركة خلاص، انا براس المال وهو بالمجهود. يبقى استعوض ربنا بقى في راس مالك. يا ساتر للدرجة دي؟ عندك فكرة يا بيه ان انا لحد دلوقتي ما قدرتش اقوله على اللي فاتهولي المرحوم؟ لا. اعمل ايه بس؟ خايفة افتح على نفسي فتحة ما خلصت منه. طب ما مصيره هيعرف يا نهار، هتعمل ايه ساعتها؟ اه ربنا يستر بقى. ابويا وامي الله يرحمهم ماتوا وسابونا ملناش غير بعض، بس يا ريت وحتة عدلة الواحدة ينفع تتسند عليها. انا وامي النهار انا جنبك زي ما وعدت عم الله يرحمه، واعتبري ده وعد مني ليك انت كمان. كتر الف خيرك يا استاذ عبد البديع، بس انت مشاغلك كتير، هتلاقيها منين بس ولا منين؟ لا لا دي وصية في رقبتي لازم انفذها، انا مش هسيبك بالفلوس دي غير لما رسيك على بر الامان. انا كنت كلمت الاستاذ نبيل عشان عايزة اعمل حاجة تنفع المرحوم الله يرحمه. حاجة زي ايه؟ حاجات كتيرة تنفع الناس وتبقى صدقة جارية على روحه. ايوه ما سكت الحاجات دي كتير يا انهار، انت بتفكري في حاجة معينة؟ بفكر اعمل مستشفى هنا في الحته اعالج فيها الناس الغلابه اللي ما يقدروش يروحوا يتعالجوا في المستشفيات الكبيره الخاصه. هي بس ده هتكلف ملايين. وماله يا بيه، هو اللي فايته قليل. وبفكر كمان اعمل حته جامع صغير كده على حته الارض اللي فايتها لي. انت كده هتصرفي كتير يا نار. يلا خلي بالي الواحد يرتاح واعرف انام، وانا هعمل ايه بكل اللي سايبهولي؟ ها تعملي كتير. عارفه يا نهار لو اتثقي فيا اشغلك فلوسك، على الاقل لو عايزه توسعي دايره الخير اللي انت عايزه تعمليها يبقى عندك الامكانيات وتحافظي على فلوسك. تفتكر هو انت ناوي تروحي قصر امتى؟ القصر؟ ايوه يا نهار، من ساعه ما مات المرحوم والقصر مقفول وما فيهوش حد، في ناس كتير لو شافته بالشكل ده تحط ايدها عليه، هيدخلنا في مشاكل احنا في غنى عنها. صدقيني دي شغلتي، انا عارف اللي بيحصل في الظروف دي. لا ما اقدرش، انا مش متصوره ان ادخل القصر وما الاقيش الباشا فيه. لا نهار
لازم تعدي احزانك. اكيد المرحوم الله يرحمه لما كتب القصر باسمك كان عايزه يكون مفتوح ومنور بحسك. طب وغريب؟ ماله غريب؟ سيب الموضوع غريب عليا ما تقلقيش منه، انا هعرف اتصرف معاه. ازاي؟ طول ما هو مش عارف من موضوع الثروه انت ممكن تقولي له انك رجعت تشتغل عند حد زي ما كنت بتشتغل عند ممنوع وبيت هناك. من ناحيه ثانيه هو احنا رخمين بموضوع الدكاتره ده مش هيبقى فضيلك. على مو مفكر ولو رسيتها على قرار ولا خير يسويها ربنا. اهو ادي الشاي المظبوط جاي. يلا اشربي بقى وروقي كده ولا ايه غريب؟ ما عارفه جناب الحكمدار ان حالها ده مش عاجبني. ده ابويا وام الله يرحمهم لما ماتوا ما زعلتش ولا حزنت عليهم الحزن ده كله، ولا شيلتنا العام اللي شالها فوق راسها ده ونكدت عليه. لا تقولش الناس دي بتبعت عيلتنا ولا قريبنا اول الدرجات. الراجل اللي مات في ايه؟ بس عيب الباشا الله يرحمه يبقى عم عبد البديع بيه صاحبي وحبيبي وعارف ان انا مدب اهله ما زعلش مني، مش كده يا باشا؟ كده غريب. فضل. ما قلتليش سايب التكاتك اليمين بره. اسيبها ازاي يا باشا؟ انا موصل واد جودر يلم العيال المقاطيع بتوع الحته يزنجفوهم كده ويروقوهم لحد ما الرجاله اللي هتشتغل عليهم تيجي. على بركه الله ما تنساش بقى تذبح حاجه عشان العين. عيب يا باشا، عامل حسابي على الدبايح وهنخلي الدم للركب وهننزل انا وانت ونونا دلوقتي كل واحد يزفر توك توك بكف ايده. اللي صلى على النبي يكسب. هات يا جودر الدبايح يلا خلي الناس تاكل وتدعي لي. حاضر يا معلمي. ابو سوسن ولعت على الحلل. هات ياض بسرعه الدبايح خلينا نلحق. صلى على النبي. طب صلى على النبي. انت ايه اللي جايبه ده؟ المفروض الضحيه باربع رجلين. ما تقلقش يا جناب انا عامل حسابي كويس قوي، دلوقتي دول تلات تكاتك كل توك توك فرختين باربع رجلين يبقوا ست فرخات. مظبوط ولا مش مظبوط؟ خلي الغلابه ياكلوا والاغنغه جناب. الله اكبر. اللي يصلي على النبي يكسب. بسم الله الله اكبر. يعني انا عامل كل ده وبعتك عند دوشه الحاره وجايبه كده مغير جو عشان تقعدي تسرحي مع نفسك كده؟ ده انا بتفرج على الدنيا. ما الدنيا كل الناس بتفرج عليها، بس قليل قوي اللي يعرف فين مناطق الجمال اللي فيها ويعرف يتمتع بيها. الدنيا دي قاسية وغدارة. قسيتي منها كتير يا نهار. من يوم ما وعدها الدنيا وهي عمالة تديني على دماغي، من موت اب وام وانا لسه في اولى اعدادي. تصوري يا استاذ عبد البديع، بقيت يتيمة ام واب شهر واحد، ما سابوليش غير اخ اصغر مني مش دريان بالدنيا طول الوقت، عايش بدماغه لدماغه. دبلوم بالغصب. دبلوم بالغصب يعني ايه؟ ما انا كنت شاطره في ابتدائي واعدادي، صحيح ما كنتش بجيب الدرجات النهائيه، لكن لما نجحت في الاعداديه كان ممكن قوي مجموعي يدخلني ثانوي مستريح، لكن كسل غريب. كان لازم حد فينا يتحمل مسؤوليه البيت، خلاني خدتها من قصيره ودخلت دبلوم التمريض. كنت بحاول ادور على شهاده تبعدني عنه، ما لقيتش غير التمريض. وبعدين بعد ما اخدت شهاده التمريض بكام يوم لقيت نفسي بتزف على واحد، ريحه الزيت والشحم بتخنقني كل يوم وانا في حضني، واذا ما رضيتش وقلت لا يفضل يلطش فيا يمين وشمال، يرزع فيا طول الليل لحد ما نقع من الوجع هو يقع من التعب. واذا فكرت وجريت على غريب اخويا وقلت له غيبني الحقني من اللي انا فيه يقول لي غوري في داهيه، ده انا ما صدقت لقيت حد يسطر عليك، لحد ما زعق لي نبي وطلقني وبعد عني واشتغلت عند الباشا الله يرحمه. الله يرحمه. بس حتى بقى وانا بشتغل عند الباشا ما كنتش بسلم من شكك فيا طول الوقت. استني بقى عشان ما تظلمنيش، انت عارف الباشا الله يرحمه ما كانش حد بيراعيه وياخد باله منه غيري، وانت عارفاه كان شقي حبه وليه لي حبتين، وانت بسم الله ما شاء الله فلقت قمر. اسمحي لي يعني انا ما كنتش اعرفك، انت اللي جابك عبد عثمان البواب فانا كان لازم اخاف عليه. وانا مش زعلانه منك يا عبد البديع بيه، صدقني انا كنت دايما اقول لنفسي يعني اشمعنى انت؟ ما الدنيا كانت دايما بتحط في سكتي اللي يبهدلني ويمرر عليا عشتي.
الدنيا بتعتذر لك اهي وبتعوضك بتقولي تعالي نبدا مع بعض صفحه جديده. انا كمان بضم صوتي لصوت الدنيا بقولك قدري موقفي اعذريني يا نهار. صدقني يا استاذ عبد البديع انا والله ما زعلنا منك، انا كل اللي عايزه في نفسيتي وتلقي شعبيرة. خلاص يا نهار بقى احنا كلنا ماشيين كويس قوي بقى، انا جايبك تفرفشي وتغيري جو وتعملي كده يعني كويس انك انت طلعت اللي جواك. نبدا بقى مع بعض صفحه جديده، ايه رايك؟ اللي هشاور عليه يطلع خطوه لقدام، والتلاته اللي هختارهم هيشتغلوا ورديه بالنهار، والتلاته اللي بعديهم هيغيروا معاهم في ورديه بالليل. فهمنا ولا ما فهمناش؟ فاهمين. اطلع لي انت يا وانت وعم الغلبان ده والاخ ابو قميص مشجر اللي هناك ده، تعالى كده، والاخ اللي هنا ده، وانت هادي يا تخين يلا. انا ما شفتكش قبل كده، انت من الحاره من هنا يا ياد؟ انا من الحاره هنا معلم. انت ابن مين ياد في الحاره الاول مره اشوف؟ ابن اسكندر. عم اسكندر البقال؟ ايوه يا معلم. كلفك امتى ده تعدي ويجي 90 سنه؟ طب اطلع خطوه لقدام يا عم عشان خاطر ابوك راجل طيب والباقيين يتكلوا على الله لحد ما ربنا يكرمنا ونجيب تكاتك تاني. شوفوا بقى يا اسطوات، هسلمكم تكاتك صارف عليها دم قلبي، تكاتك عالزيرو وفيها ساوند سيستم ولسه عجلها ما شمش تراب الارض، يعني اللي هيجي لي بتوك توك مكتوش هروحه بيتهم بقى مستديره في وشه، واللي بيستعطى حاجه يستعطاها بعد مواعيد العمل الرسميه. مفهوم؟ مفهوم يا معلم. ايديكم هتفضل عندي رهن وهتستلموها لما تسلموني التكاتك ساق سليم هي والايراد، واخد من كل واحد فيكم 70 جنيه في الورديه والباقي حلال عليه. ايه ببصوا لبعض كده ليه؟ غيري بياخد 100 و120 في ال 12 ساعه دول. اللي بيعترض يرفع صباعه. يبقى كده متفقين وتوكلنا على الله. كله تمام يا معلمي. الله ينور عليك يا ادي يا جودري حلوه. نشيل بقى القديمه ونحط الجديده؟ تشيلها ليه؟ علقها تحتيها، انا عايز اهل الحاره كلهم يعرفوا انه غريب الجوكر طور دايره اعماله وبقى بزنس تان قد الدنيا. ربنا يزيدك يا معلمي. اتكل على الله. ورديت بالليل تطلع البطايق بتاعتها وتركبوا عيالكوا وحد من قرايبكوا تجيبوا الخضار لامهاتكوا، ما عنديش تفاهم، اهم حاجه الايراد ما ينقص. ايراد ينقص ما قداميش الا الطرد، واكل العيش ما يحبش اللعو. تمام؟ تمام. هاتوا البطايق يا عم انت وهو واتكلوا على الله، اركبوا كده وسموا وتقولي بعد 12 ساعه انتوا والتكاتك بالتمام والكمال. يلا يابا اتكل على الله. يا رب سهل يا رب. يا غريب طمنا على الشغل ماشي تمام؟ كله ماشي بتسهيل ربنا وفل الفل وفي السليم. بسم الله ما شاء الله، وشك راجع مورد اهو من الفسحه. تصبح على خير. انت من اهل من اهل عنونا. نورت يا وش السعد والخير كله. ولا قدر شاب بسرعه جنابه. لا 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 ده نهدوه. وده ينفع برضه كده جنابه عم عم؟ لا ما ينفعش. لازم اشتغل عشان حتى لو عايز حاجه ابقى سداد. ربنا يخليك لينا يا جنابه ووسعها في وشك وارزقك والاوسع على الابواب. يا دي العيبه، تبيعي ذهبك ليه؟ هو انت عدمتينا؟ مالكيش حق يا لطيفه ابدا. انا عارفه ظروفكم عامله ازاي، مش عايزه اتقل عليكم. يا حبيبتي المبلغ اللي انت محتاجاه للعمليه هيبقى نصه عليا ونصه على عديل، اما بقى بالنسبه للمستشفى فهنقسمها ورديات معاكي انا وعديل. انت ناويه على العمليه امتى ان شاء الله؟ اما اشوف ظروف بديع ايه الاول وبعد كده حددها. تقومي لنا بالف سلامه باذن الله. امين يا رب. طب ما فيش ورق جوازه؟ يا سيدي البضاعه اللي في المحل دي احنا بنصفيها، وبعدين انا ماليش دماغ اصلا اخش جوه اجيب لك من البضاعه اللي في المخزن. الكحه اللي عندي دي اعمل فيها ايه؟ روح للاجزخانجي يكتب لك على دواء كحه. يلا بقى انا عايز اجيب رفه. مع السلامه. ابو نديع، قرقر قرقر، كان ابوك يوديك لدكتور يصلح لك الحرف البايظ ده. عايز ايه طيب؟ امي بتقولك الوصله مش شغاله. قول لها يا عمو نديع بيقول لك شطبنا خلاص. انت عارف بدر اللي على اول الشارع؟ اه عارفه. خليها تشترك هناك،
عشان احنا خلاص مش هنشغل وصلتنا تاني. طب كنت خليها لحد ما اتفرج على المصارعه بتاعت ممدوح فرج. عمو مين؟ عمو ممدوح فرج. وخلاص بقى عمو. عامه الوصله الجديده برضو تعرف تشوف فيها عمك ممدوح فرج. يلا بقى شوف لك سكه بقى طرقنه. الله، طب ونجهز البيت منين يا سي عطوه؟ ايه يا ام امان، وانت شايفاني كتب عليه جهاز العروسين؟ ما المعارك كتير والحمد لله. ايوه بس احنا بناخد كل حاجتنا من عنده. اصبري بس شويه يا ام امان، انا هعمل افتتاح كبير. ما انا هكبر المعرض وهعمل تخفيضات جامده قوي بمناسبه الافتتاح. بقول لك ايه بقى بعد اذنك عشان انا ورايا مصلحه يعني. انا قفلت يا عم وكله تمام. انت واثق بقى من الراجل اللي احنا رايحين له ده ولا ايه؟ عيب عليك، مجاهد لما يخطط لحاجه لازم تحصل بالظبط، لا تزيد سنتي ولا تقل سنتي. على فين يا نديم؟ هطلع لعلي ابن خالتي عشان نعرف هنعمل ايه مع عمو عبد البديع. طيب يا حبيبي يلا بينا. نديم ما تنساش اللي احنا اتفقنا عليه. ها طبعا انت واخد بالك. حاضر حاضر يا بابا. يلا احنا بينا بقى عشان نلحق مشوارنا. لا والله خالص انا بفهم في الاصول. اطلعي انت الاول. لا شكلك مستعجل. والله العظيم خالص ابدا. اطلعي. طيب في حاجه يا نديم؟ لا مفيش حاجه خالص. امال مالك كده بتلعبني استغماية؟ استغماية وعريس وعروسه اللي كنا بنلعبها زمان، فاكره؟ فاكره. شكلك فاضي وعايز ترغي في ايام زمان والعريس والعروسه ما تأثر يا نديم وتقول الكلمتين اللي في صورك عشان شكلنا كده مش حلو. ليه؟ انت بنت خالتي وانا ابن خالتك وده بيتنا، يعني مفيش اي مشاكل ان احنا نطلع السلم سوا. وشجره واتنين ليمون، مش بقولك فاضي وعايز ترغي؟ هو انت ليه على طول بتكلميني كده؟ مالك يا نديم انت سخن؟ اصلك عرقان ومش عارف تاخد نفسك، لا يكون عندك انفلونزا الخنازير. تاني؟ تاني يا منى؟ هتريقي عليا تاني؟ اصلك اتشيم اتشيم يعني، عامل زي ابطال افلام العرب بتوع زمان. بطل سنتحه بقى، مالك يا نديم؟ ولا حاجه، انا اسف، انا ما كانش قصدي اعطلك ولا اوجع دماغك. اتفضل. انا قلت من الاول اني داخل حاره سد محدش صدقني. لا انا كنت لسه هروح على البيت. انت فين؟ خلاص اجيلك على القهوه. لا ما دام شغلي ما يتاجلش مسافه السكه. قلت ايه بقى معلم فرج؟ يعني انتوا الاثنين بتتكلموا في حسبه نص مليون جنيه. ايوه دي دفعه اولى. كمان دفعه اولى؟ انتوا طيبين قوي. هو مبلغ نص مليون جنيه ده قليل؟ احنا حكينا لك يا معلم على المشاريع اللي في دماغنا. على عيني وعلى راسي يا حبيبي، بس المبلغ اللي هيطلع ده شقايه ورث ولادي بعد ما اموت. يا معلم فرج ده ربنا يديك الصحه، ده انت شباب اهو، ربنا يخليك لي. ده ماشي يا عم. طب سيبوني بقى اقلبها في دماغي كده وافكر وبعدين ارد عليكم. ليه بس؟ ما احنا قلنا لك احنا تحت امرك ومن ايدك دي لايدك دي. يا اخوانا افهموني، انا عمري ما طلعت مبلغ كبير زي ده. انا كبيري 50,000 100,000 لحد يشتري تاكسي او اتنين يشتغل عليهم واخد حسنتي. انما الارقام الكبيره دي لازم اخد وقتي قبل ما اقول اه. احنا جايين لك على السمعه الطيبه وعشمانين فيك خير. قلت ايه يا معلم فرج؟ قلت لا اله الا الله. ماشي يا عم مجاهد، الجنيه هاخد قصاده جنيه. 100% يعني؟ لو كتير عليكم قولوا بدل ما نقف لبعض في المحاكم في الاخر. يا ساتر يا رب. يا سيدي ما تقدرش البلاء قبل وقوعه، وبعدين احنا لينا ظهر جامد. وما دام الموضوع كده بقى، ما خدتوش من الظهر الجامد ليه وريحتوا نفسكم من الفوائد بتاعتي؟ ربك بيسبب الاسباب وكاتب لنا لقمه عيش معاك. قلت ايه بقى يا معلم فرج؟ خلاص سيبوني يومين ثلاثه كده ادبر لكم المبلغ وبعدين اديكم قلوه. وبالمره اكون خليت المحامي بتاعي يكون جاهز للاتفاق. انت ايه اللي مخليك مستعجل على موضوع المنصوره كده؟ المفروض انا اللي استعجل. انا حاسس اني شايل اتب على ظهري وعايز اخلص منه بقى. طب انت لقيت سكه هناك ولا هنروح نلطش؟ انا هتحرك على العنوان اللي معانا على طول. بس ايوب هو هناك بقى، عارف ان اشجان ليها خان بيشتغل هناك في جنينه اسمها جزيره الورد. طيب وانت نويت على امتى؟ من بكره لو جاهز، ولا انت عندك حاجه؟ لا يا اخويا انا ما وريش اي حاجه. بقيه في حياتك في الحصان. مالي ايه ده يا كان جاهد يا اخويا؟ انا خايف نلبس في شجره. الكلام ده لو احنا ظهرنا للحيطه ساعه عطوه. الراجل بيقول محاكم واقسام. ان شاء الله مش هتوصل لكده، وبعدين ما تنساش ان احنا عادلنا محامي كبير قد الدنيا. بالحق، هو انت مش هتجيب له سيره عن الموضوع ده؟ اتقل كله باوانه، وبعدين ما تقدرش البلاء قبل وقوعه.
انا مش عارف ليه كده قلبي مقبوض وخايف. بقول لك ايه، احنا لسه فيها خطوتين ونرجع لعمك فرج، خليه يديني الواحد القرض. انت ايه على طول كده ما بتصدق؟ ولا يمكن مستخسر فيا الخير اللي جاي؟ يا مجاهد انا ليا في المخزن زي ما ليك فيه بالسنتي. ماشي، بس ما تنساش بقى تبقى تتكلم مع الست حرامكم انها تيجي تضمنك ساعه كتابه العقد عند عم فرج. لا بلاش ندخل الحريم في الموضوع ده يا غشيم. حريمنا دول هم ورقه البوسطه اللي هيخلوا الاستاذ عبد البديع يشتغل معانا بروحه. ازاي ده؟ ازاي دي بقى انا هقول لك عليها بعدين، ساعتها هتفهم كل حاجه. انتهى يا ابني، حد يقول الكلام اللي قلته ده لاخو البنت اللي بيحبها؟ ما انا اتعودت ما اخبيش عليك حاجه يا زعيم. وعايزني بقى اديك نشان عشان طلعت ورا على السلم وحاولت تتكلم معاه؟ والله مصيبة لك كون عايزني اتوسط لك عندها. يا ريت. مش بقولك اهبل. بص يا نديم، انا هنسى طبعا كل الكلام اللي انت قلته عشان اعرف انك بتحبها من قلبك وعايز تتجوزها بجد، وهديك كمان نصيحه بونص فوق البيع. قول. طيب من اختي دي دماغ محدش فينا سالك معاها خالص، لانها قافله على روحها ومحدش يعرف هي بتفكر في ايه ولا مخططه حياتها اللي جايه ازاي. عشان كده الموضوع يحتاج منك شويه تعب، شويه غلاسه ورزاله وتلامه والحاح لغايه ما تقنعها بالشخصيه بتاعتك. ساعتها بقى تروح تتقدم لها بقلب جامد. يعني افهم من كلامك ده ان انا لو عملت اللي انت بتقولي عليه هتقف جنبي وتوافق على الجوازه؟ لا طبعا. انت ما تعرفش ان العيال اللي بيجوا نتيجه جواز القرايب بيبقوا معوقين ذهنيا واغبياء. ايه مالك وشغال كده ليه؟ تعبني الواحد ما عارفش يهزر معاك ابدا. يعني انت دلوقتي بتهزر ولا انت بتتكلم بجد ولا انت بتعمل ايه؟ يا دي الخيبه يا جدعان. طب اعمل ايه بس يعني؟ اعمل فيك ايه؟ مساء الخير. اهلا عمو. كويس ان انتوا الاثنين هنا قعدتوا. كويس الورقه اللي علقتها على المحل كده احسن. ورقه ايه؟ ما هو انا قفلت المحل وحطيت ورقه مغلق للتحسينات كده من غير ما تقول لي. انت مش كنت تستنى يا ابني ما نلم فلوسنا في السوق الاول؟ انتوا هتحيروني ليه بقى؟ هو مش جوز خالتي قال اقفلوا فضولي؟ نديم عمل الصح. اسمعوني كويس عشان ما فيش وقت. ايه في ايه؟ انتوا فاكرين القصر بتاع حلوان اللي انتوا نظفتوه قبل كده؟ ايه اتوسخ تاني؟ يا بتطلماطه. سيبنا كامل كلام. انا عايزكم تفرشوه بس هياخد منكم غلبه شويه عشان عايزه فرش قديم بتاع زمان. طب وده هنجيبه منين؟ مفيش اكتر من صالات المزادات والتحف اللي في وسط البلد. المهم عايز اللي يدخل القصر يحس انه في الاربعينات. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا هديكوا عنوانين، كل واحد هياخد عنوان وهيبقى مهمته انه يلاقي بشخص بعينه انا هقول له عليه. ليه؟ من غير ليه علي هيبقى فاهمك. علي تعرف انهار اللي كان بيشتغل عند عم نوح الله يرحمه؟ اه. طب دي هتبقى مهمتك، تراقبها وتكتب لي تقرير يومي لغايه ما ارجع من السفر. العنوان الثاني هيبقى بتاع دوله بنت عمي. دي مهمه نديم، هتاخد نديم وتروح على هناك وتدي له صوره عشان يعرفها ويعرف يراقبها. اهم حاجه ان هم ما يحسوش ان هم متراقبين، يعني كله من بعيد لبعيد. طب بالنسبه لشغلنا اللي واقف ده، مين اللي هيعوضنا عنه؟ اعوذ بالله عليك يا علي، مش عايز تفوت حاجه لابوك. ده انا ابوك. ماشي يا علي، نفذوا اللي بقول لكم عليه ده والحساب عندي. المهم سرعه الفرش ودقه المراقبه. ماشي. خد هتفتح شنطه العربيه هتلاقي في شنطه فيها 220,000 جنيه. حاولوا باي شكل بالمبلغ ده تفرشوا القصر، مش مهم جديد قديم وشيك. مفهوم الكلام؟ في اي اسئله؟ خلاص كله تمام تمام، ربنا معاكم. كلها لطيفه. دي فلوس الجمعيه اللي انا عاملاها انا وزمايلي. انت عايزه تعملي جمعيه بالمبلغ ده ليه؟ اصل نيره زميلتي بتجهز بنتها قلنا نساعدها. طب وانت هتجيب فلوس الجمعيه منين بعد ما سبت المدرسه؟ ما انا بعت حتتين ذهب من اللي عندي الناس لبعضيها. وبصراحه بقى نيره دي طول عمرها جدعه وصاحبه واجب. واضح ان مش هي بس اللي جدعه وصاحبه واجب. ما علينا، خلصت عد ولا لسه قدامك شويه؟ لا خلصت يا اخويا، هقوم احضر لك العشاء. لا حضري لي شنطه هدوم تكفيني يومين ثلاثه كده. ليه؟ وانت مسافر؟ لا هروح ابيع هدوم عشان اعرف ادخل معاك والجمعيه. وبعدين مالك فرحت كده لما عرفت اني مسافر؟